بسم الله الرحمن الرحيم. معكم احمد مجدي. انا يمكن اول مره ادخل على اليوتيوب واشوف قناه رفاهيه بالشكل الجميل دوت وتصميم فيديوهات بالشكل الاحترافي دوت. انا يمكن لاول مره في حياتي اشترك على قناه واتابع القناه بشكل مستمر. احب اشكر الاستاذه ساره مصطفى ادمن القناه على مجهودها الجامد اللي هي عامله لنا، ويا رب في تقدم ونجاح. وبشكر الافكار الجديده او بشكرها على الافكار الجديده اللي هي بتتابعها لنا من ناحية تصميم فيديو، اكتشاف مواهب، فيديوهات ميوزيكلي بطريقة احترافية وكوميدية في نفس الوقت. احب اشكرها واحب اوصل لها رسالة بمناسبة السنة الجديدة، كل سنة وحضرتك طيبة. وبعد اذنك الفيديو ده لو مفيش وقت عند حضرتك دلوقتي يسمح ان شاء الله ان الفيديو ده يتنشر على القناة، اكون شاكر لك جدا ليكي. ويا جماعة بعد اذنكم يعني انا اتواصلت مع الاستاذة سارة عن طريق الفيسبوك، اعتقد ان صفحه الفيسبوك موجوده عندكم هنا على صفحه القناه، واكتشفت منها معلومه جديده يمكن اعتبروها حصريه مني، ان عيد ميلادها ان شاء الله في ليله راس السنه. ان شاء الله هيبقى العيد عيدين، نقول لها بيرثدي ساره وان شاء الله في تقدم ونجاح، واتمنى التوفيق دايما ليها ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه. السلام عليكم ورحمه الله.